هذا وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عملية اختيار وانتقاء المعلمين، وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف إعداد وتأهيل المعلمين لأداء رسالاتهم على أكمل وجه. احنا كلنا تعودنا في نتيجة تطور نظم وسائل الاتصال وكلام هذا القبيل، بقى دايما التليفون في ايدينا ودايما يعني بنضيع وقت معاه كتير ويمكن بنسهر شوية. طب انا عايز معلم يروح الساعة 6 الصبح المدرسة، فانا بقعده 6 شهور يصحى الساعة 5 الصبح. عايز معلم يهتم بالرياضة، طب هو ما كانش بيلعب رياضة قبل كده، فانا بحطه في برنامج عام. صحيح. لكن الفني ما بتدخلش فيه. يعني ايه الفني ما بتدخلش فيه؟ انت عارف كده يا دكتور. اه طبعا. الفني اللي هو التخصص. ايوه. اللي هو بتاع الدكتور رضا ده مش بتاعي انا. انا بحط اطار عام لابني وبنتي اللي انا هسلمهم ابناء مصر بعد كده.